أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وياكم حيدر نعيم، أستاذ مادة الحشرات في كلية التربية لعلوم الصرفة جامعة كربلاء. طبعا محاضرتنا لهذا اليوم بالحشرات تتكلم أو تتناول البطن الأبدومين. طبعا قبل أن ندخل بالموضوع، احنا ذكرنا بالمحاضرات السابقة أنه الحشرة تتألف من ثلاث مناطق، لا وهي الرأس والصدر والبطن. وذكرنا لكم أن الرأس يتكون من اندماج ست حلقات جنينية، والصدر يتكون من ثلاث حلقات، وذكرنا لواحق الصدر والأجزاء اللي موجودة على الصدر. واليوم راح نتناول محاضرتنا لهذا اليوم البطن واللواحق اللي موجودة على البطن. طبعا مثل ما ذكرنا لكم انه احنا لنتناول دراستنا الكوكروج اللي هو الصرصر الامريكي كمثال نموذجي لشرح الاجهزة والاعضاء اللي موجودة داخل جسم الحشرة. طبعا من نريد نعرف البطن، البطن هي المنطقة الاخيرة من جسم الحشرة اللي هي تلي منطقة الصدر واللي يضم بداخلها الاحشاء الداخلية. طبعا عددها ما يزيد، يعني عدد الحلقات البطنية بالحشرة الكاملة ما يزيد عن 11 حلقة، وتكون متداخلة بعضها البعض على شكل شنو؟ تلسكوبي. طبعا يمكن الحشرة ان تمتد وتنكمش حسب احتياجها، فمثلا تمتد عندما يكون الجهاز الهضمي مملوء بالغذاء، او ان الجهاز التناسلي مملوء بالبيض. يعني ممكن انه نشاهد الحلقات البطنية عددها اقل في حالة الراحة او عدم امتلاءها بالبيوض او الغذاء، راح نلاحظ انه عدد الحلقات البطنية قد يقل، ولكن في حالة امتلاءها راح نلاحظ او نشاهد انه الحلقات البطنية تتألف من 11 حلقة. طبعا البطن تمتاز بخلوها من الزوائد اللي موجودة بحلقات الرأس والصدر، عدد الحلقات البطنية الثامنة والتاسعة اللي راح تتحور زوائدها لأداء الوظائف المهمة اللي هي أثناء التزاوج ووضع البيض، وأيضا الزوائد اللاتناسلية اللي تكون موجودة على بعض الحلقات البطنية الأخرى. طبعا تختلف حلقات البطن من حيث التركيب العام، يعني الترجات والاسترنات تكون بها غير مقسمة، والبلورة الغشائية تكون عديمة الصفائح. إذا تذكرون احنا ذكرنا لكم انه موجودة البلورة مقسمة الى الميرون، يكون مقسم الى الجزء العلوي والسفلي بميرون والهايبوميرون، ولكن لاحظ حلقات البطن انه تكون البلورة الغشائية غير مقسمة. طبعا مثل ما راح نلاحظ انه هنا هاي الحلقات البطنية مثل ما ذكرنا لكم 1 2 3 4 5 6 7 إلى 10، وهاي الأخيرة هي الحلقة 11. طبعا كل حلقة من حلقات الجسم الثمانية الأولى مثل ما تلاحظون يوجد زوج من الثغور التنفسية السبيركلز. هذه الثغور التنفسية موجودة على كل جانب من جوانب الحلقة، يعني هاي الحلقة بها من هاي الجهة وحدة والجهة الأخرى أيضا وحدة، فيكون المجموع زوج من الحلقات التنفسية، زوج من الثغور العفو التنفسي على كل حلقة من حلقات الجسم. طبعا بنهاية الجسم الحشرة راح يكون عندنا شنو؟ المخرج. طبعا بطبيعة الحال البطن راح يمكن تقسيمها لثلاث مناطق، اللي هي منطقة الحلقات الحشوية اللي يطلق عليها visceral segment أو يطلق عليها pregenital segment، ومنطقة الحلقات التناسلية اللي هي genital segment، ومنطقة الحلقات ما بعد التناسلية اللي هي post genital segment. طبعا الحلقات الحشوية هي تشمل لنا الحلقات البطنية السبعة الأولى، يعني من 1 إلى 7، اللي يضم بداخلها الأحشاء الداخلية مثل من؟ مثل الوعاء الدموي الظهري وأنابيب مال بيجي ومعظم الحلقات الجهاز الهضمي. طبعا هاي الحلقات بسيطة التركيب ومتشابهة مع بعضها البعض، مثل ما قاعد تلاحظون انه تكون اشكالها متشابهة.
باستثناء الحلقة البطنية الأولى اللي تكون مندمجة مع الصدر الخلفي اللي تسمى بالبروبوديوم، اللي راح أراويكم إياها بهذه الصورة. مثل ما تلاحظون هذا هو الصدر، وهذه المنطقة الحمراء اللي مشر عليه هي البروبوديوم، اللي هي الحلقة البطنية الأولى تكون مندمجة مع الصدر، والحلقة البطنية الثانية اللي تمثل لنا الخصر. هذه هي الحلقة البطنية الثانية، إذا تلاحظون هذا الميتاسوما يعني الجزء الخلفي اللي هو الأبدومين اللي يمثل لنا البروبوديوم، والميتاسوما اللي هي هذه يعني الحلقة البطنية الأولى تمثل لنا بالبروبوديوم، والحلقة البطنية الثانية راح تسوي لنا الخصر، وهذا ما موجود بغشائية الأجنحة مثل الزنابير، وكذلك برتبة الدبترة اللي هي ثنائية الأجنحة، اللي لاحظ أنه يمكن أن تظهر لنا 5 حلقات بطنية فقط أو 6 حلقات حسب نوع الحشرة. طبعا بعدها راح تجينا الحلقات التناسلية الجينيتال سيجمنت اللي راح تشمل لنا الحلقات البطنية 8 و9 بالأنثى، اللي راح نلاحظ أنه فتحة التناسل وين راح تكون؟ خلف استرنة الحلقة البطنية 8 يعني بنهايتها، هذه هي نهاية الحلقة البطنية وهذه هي بداية الفتحة التناسلية الأنثوية. وكذلك بالذكر فإن راح تشمل لنا فقط الحلقة البطنية 9 اللي راح تقع الفتحة التناسلية مالتها في نهاية استرنة الحلقة البطنية. طبعا بعدها راح تجينا الحلقات خلف التناسلية اللي هي البوست جينيتال سيجمنت اللي راح تمثل لنا الحلقتين البطنيتين 10 و11 اللي تحمل الحلقة الأخيرة بها زوج من الزوائد اللي هما القرنان الشرجيان السيركي، هذه هي القرون الشرجية، وتقع فتحة الشرج طبعا في نهاية الحلقة 11. تحميها 3 صفائح، الأولى اسمها أو ما يطلق عليها بصفيحة فوق الشرج الإبي بروكت، والثانية والثالثة اللي يطلق عليها صفيحتا جار الشرج البارا بروكت. طبعا راح نتكلم عن الزوائد البطنية الأبدومينال أبيندكس، اللي طبعا هي بصورة عامة لا يمكن مشاهدة أي زوائد على الحلقات البطنية لأي حشرة مجنحة عدا الزوائد اللي موجودة على الحلقات التناسلية اللي ذكرناها والقرون الشرجية. لكن بالحشرات غير المجنحة الأبيتريغوتا اللي طبعا هناك زوائد مختلفة عديدة على الحلقات الحشوية وكذلك الزوائد اللي ذكرناها سابقا. طبعا عندنا نوعين من الزوائد اللي موجودة على الحلقات البطنية، عندنا زوائد التناسلية اللي هي جينيتال أبيندكس، وعندنا الزوائد اللا تناسلية نون جينيتال أبيندكس. طبعا الزوائد التناسلية تتقسم إلى 2 اللي هي أول وحدة آلة استفادة الكابيلاتري أورجان، هذا اللي تلاحظوه قدامكم هو آلة الاستفادة اللي راح نتكلم عنها، أو ما تسمى بالعضو التناسلي اللي ينشأ من 3 أزواج من الصمامات كلها تخرج من استرنة الحلقة البطنية 9 مثل ما ذكرنا لكم. طبعا الزوج الاول يسمى الكلاسبرز المقابض، هذا هو، والزوج الثاني اللي هو القطعة الجانبية هذا شنو يسمى بغلاف القضيب اللي هو البينوس، هذا هو غلاف. وعندنا الزوج الثالث اللي هو القضيب البينوس اللي هو هذا قاعد اشر عليه. طبعا بمجموع الباراميرز اللي هو غلاف القضيب والكلاسبرز اللي هنا المقابض هذا يسمى الإيديغاس اللي هو عضو التذكير. طبعا يستعمل هذه الحشرة تستعمل الكلاسبرز القبض على الأنثى أثناء التزاوج، وكذلك عندنا الجينيتيريا بشكل عام تستخدم للتفريق بين الأنواع مثل ما ذكرنا لكم محاضرات سابقة، أن الجينيتيريا تختلف من نوع إلى آخر حسب شكل الجينيتيريا، يعني للتفريق بين الأنواع حتى نقول هذا نوع وهذا نوع آخر، وقلنا لكم أنه الأنواع ما تتكاثر بيناتها وما تنتج جيل خصب، لكن النوع الواحد هو يمكن
يمكن أن ينتج جيل خصب، لذلك التفريق يكون على مستوى جينيتيليا إذا كان هنالك اختلاف في الصفات المظهرية المورفولوجية بالنسبة للحشرات. طبعا هذا شكل الجينيتيليا بالليبيدوبترا اللي هي حشوفية الأجنحة، الجيجلوتري دكت اللي هي القناة الجامعة، وهنا هذا البينوس، هذا هو شكل الجهاز التكاثري الذكري بالليبيدوبترا. طبعا هاي الأجزاء كلها مؤشر عليها، وعندنا أيضا هنا شكل التشريح الداخلي بشكل رسم توضيحي، هذه هو التستس اللي هي الخصاء، وهذه الاكسسوري جلاند اللي هي الغدد الساندة، والسيمينال فيزلز اللي هي الحويصلات المنوية، وهذه هي القناة الجامعة الجيجولاتري داكت، وهذا هو البينوس، هذا هو كل الجهاز التكاثري اللي موجود بذكر الصرصر الامريكي الكوكروج. طبعا هسه راح نتكلم لكم عن الجهاز التناسلي الانثوي اللي هو آلة وضع البيض الاوفيبوزيتر. طبعا تنشأ هاي القناة اللي هي آلة وضع البيض بأنثى الحشرات المجنحة من الحلقات البطنية اللي ذكرنا لكم اياها، الثامنة والتاسعة. طبعا هذه تتكون من الثلاث ازواج من الزوائد على شكل صمامات، فالف اللي تخرج من الحلقتين البطنيتين الثامنة والتاسعة. طبعا الزوج الامامي يدعى بالصمام الامامي او الصمامات الامامية اللي هو هذا اللي يخرج من استرنة الحلقة البطنية الثامنة، هاي مثل ما دا تلاحظون هاي الحلقة الثامنة، وهذا يخرج من عندها من نهاية استرنة الحلقة البطنية الثامنة الانتيريوري فالف، اللي والزوجان الاخران اللي يمتدان من استرنة الحلقة البطنية التاسعة، ذني هذا واحد وهذا الثاني، هذا واحد الجوه وهذا الثاني، هذا الخط اللي يفصلهم هذا المنقط. طبعا العلوي يعرف بزوج الصمامات الخارجية اللي هو هذا اللي يطلق عليه أوتر فالف، والآخر اللي داخلي اللي هو هذا يطلق عليه الإنر فالف الصمام الداخلي. طبعا عنده انطباق لهاي الأزواج الثلاثة من الصمامات معا راح تكون لنا أنبوبة يمر خلالها البيض إلى الخارج. طبعا تتفاوت هذه آلة وضع البيض بالحشرات اللي قد تكون طويلة، يعني هاي آلة وضع البيض أما تكون طويلة أو تكون قصيرة اللي تكون من هاي الصمامات اللي شرحناها، مثل الجراد اللي ذو القرون الطويلة، أو تكون قصيرة كما بالصرصر، أو تكون غائبة معدومة كما في القمل. يعتمد هذا على الوسط اللي توضع به البيض. الحشرات اللي تضع بيوضها بالأنسجة النباتية لها صمامات قوية من شارية الحواف. طبعا الزنابير المتطفلة تكون صماماتها طويلة ودقيقة حتى تمكنها من غرس البيض داخل عوائلها الحشرية اللي تكون بأنفاق عميقة داخل خشب قوي حتى تثقب هذه الأخشاب وتضع بيوضها داخل الأماكن المخصصة. وطبعا تتحور آلة وضع البيض بالزنابير المفترسة ونحل العسل إلى عضو للدفاع عن النفس، طبعا يطلق عليه آلة اللسع اللي يقوم بالغدد المتصلة بآلة اللسع بإطلاق إفراز مواد سامة تخرج لداخل الجرح اللي تحت آلة اللسع. طبعا هنا راح أعرض لكم فيديو وانتم تشوفونه، وهذا شلون يوضع البيض داخل الخشب. خشب وبتقدر تعمل حوالي بوصر. راح أعرض لكم في الدقيقتين شلون أكبر الريمية. هنشوف دلوقتي ازاي المشارطة البيض داخل الخشب. هنشوف حيجي شوفوا بقى ده الشنيور ده بيعمل حركة بالريمية، وهتشوفوا نشارة الخشب وبتقدر تعمل حوالي بوصر، مع انك لو دقيت مسمار ما تعرفش تعوز ادوم، يعني ادوم ادوم. شوف النشارة بقى وهي طلع اهي النشارة، شوف الحركة بتاعة الشنيور العجيب ده اهي، وصلت دلوقتي للباب او دخلت في اللباب دلوقتي، ده طرف الايه الشنيور. بعد كده هتشوف منظر اعجب بقى، هتبتدي تبيض في انايه بيض جوه الشنيور ده، وهتشوفوا عملية البيضة، هتشوف البيض نازل، شوف البيض، شوف البيض اهو، شوف البيض نازل ازاي. اذا بحط بيضها في لباب خشب الصنوبر،
بده بعد كده حيفقس ويطلع منه ورقات. الورقات دي تقعد سنتين تكبر وتسمن وتبقى حاجة عجالي بقى ضاني ما فيش بعد كده. هتطلع بقى الشنيور شوف بعد ما وضعت البيض خلاص هتسيب البيض في اللباب الطري وتطلع الشنيور. شوف البيض مصفوف ازاي جوه لباب ال. طبعا هذا نوع ثاني من الزنابير. يجي ذاك الزنبور اللي النوع الاول يخلي البيوض مالته داخل خشب حتى يخفيها من المفترسات او من المتطفلات اللي تتطفل على البيوض مالته حتى يحافظ عليها. وين وضعها داخل الخشب. راح يجي نوع ثاني راح يتحسس بوجود هذه اليرقات اللي داخل الخشب نمت راح يثقب هذا الخشب مرة ثانية وراح يوضع البيوض على يرقات حتى تنمو هذه اليرقات على حساب النوع الثاني. ولاحظوا هذا الفيديو جدا لطيف. اليرقة اللي جوه هتبتدي تحقن اليرقة في العقدة العصبية بتاعتها حقنة مخدرة. طب ليه؟ لأنها بعد كده هتبيض بيضة على كل يرقة بيضة وبعد كده تمشي تقفل وتمشي. البيضة بتاعتها هتفقس طبعا وهتطلع الزغنون السفاح الزغنون يلاقي أكلة ضاني بتلو مفيش كده. عملية دي دراما دي بلاتو بقى. كل ده بيحصل في تابوت من خشب الصنوبر محدش شايفه إلا هذا العالم الخرافي اللي عمل الفيلم دي. شوفوا المنشار وصل لفين. استنوا بقى شوفوا هتعمل ايه. بتديها الحقنة. بتدي حقنة لليرقة في العقدة العصبية بتاعها بالظبط. الحقنة دي مخدرة ومش سامة. مخدرة عشان تنام تماما. شوفوا بعد كده هتسحب المنشار الاركيت بتاعها. وهتشوفوا حاجة غريبة تبتدي تنظفه. تغسله. شوفوا البيضة. شوفوا البيضة بتاعتها نازلة ازاي. البيضة ثعبانية كده طويلة كده رفيعة. دي بيضة. البيضة بتاعت السفاحة دي. هتحط البيضة فوق اليرقة. على كل يرقة بيضة. اليرقة بقى مخدرة خلاص ما تقدرش تتحرك. هتفقس البيضة ويبتدي الفأس ياكل اليرقة من غير ما تعمل اي حركة. هي طلعت المنشار وبعدين تشوفوا بقى هتنظفوا ازاي. شوفوا بتنظفوا ازاي. هاي ارجل التنظيف. طبعا هسه راح نتكلم عن الاقلام الشرجية الستايلي اللي تنشأ من السمنة الحلقة البطنية التاسعة اللي تكون ذات وظائف واشكال مختلفة حسب نوع الحشرة. عموما هي تستعمل في احتجاز الانثى خلال التزاوج وايضا يستفاد من عندها بالتفريق بين الذكر والانثى. وهي قلنا لكم انه من الصفات الجنسية الثانوية انه صفات مظهرية ممكن من خلالها انه نفرق بين الذكر والانثى. وكذلك يستفاد من عندها كخاصية حسية. أي هذه الأقلام الشرجية توجد عليها العديد من الشعيرات اللي خلالها الحشرة تتحسس باتجاه الرياح. وكذلك يستفاد من عدها تتحور على شكل سكين للدفاع عن النفس للدفاع يعني عن نفسها. وطبعا الصرصر الأمريكي تكون قصيرة وغير مقسمة لعقل وتكون إلى الداخل من القرون الشرجية مثل ما تلاحظون. هذه هي الأقلام الشرجية موجودة بالذكور وغير موجودة بالإناث بالفيميل. هذه موجودة بالميل. وهذه هنا القرون الشرجية اللي تكون طويلة ومقسمة وهنا تكون قصيرة وغير. طبعا عندنا الزوائد اللا تناسلية non-genital appendages اللي هم القرنان الشرجيان سيركي. طبعا هذه هي عبارة عن زوجين من القرون الشرجية اللي موجودة بالحلقة 11. طبعا توجد كل من الذكر والأنثى بأشكال مختلفة وحسب نوع الحشرة. طبعا يكون طويل ومقسم إلى عقل عديدة
وبيناتهم زائدة وسطية اللي هي الكاودر فيلمنت اللي موجودة بالسمك الفضي اللي هاي اللي لاحظوها هنا أمامكم. هذا هو الخيط الذنبي وهذه هي القرون الشرجية اللي موجودة بالسمك الفضي، أو تكون مقسمة إلى عقل مثل الصرصر الأمريكي، أو قصيرة وغير معقلة مثل ما موجود بالجراد. أما في حشرة إبرة العجوز اللي تتحور إلى ملاقط، هاي القرون الشرجية تتحور إلى ملاقط قرنية الفوريسيبس اللي تستخدمها الحشرة بالدفاع عن نفسها، وأيضا تستخدمها في عملية التزاوج في القبض على الأنثى، أو تتحور إلى خياشيم تنفسية مثل ما موجود بحورية الرعاش. طبعا فائدة القرون الشرجية هي حسية، مثل ما ذكرنا لكم وجود بها الشعيرات الحسية اللي عليها اللي تحسس من عندها باللمس وحركة الهواء، وأيضا لها فائدة في عملية التصنيف للتفريق وأيضا للتفريق بين الذكور والإناث. طبعا هنا راح نتكلم عن الزوائد البطنية في بعض الحشرات المختلفة اللي تتحور هذه الزوائد البطنية بعض الحشرات العديمة الأجنحة مثل ذوات الذنب القافز إلى أعضاء مختلفة راح نذكر من عندها. الزائدة الأنبوبية الكاليفورا اللي تمتد أسفل استرنة الحلقة البطنية الأولى وتكون ذات تركيب لحمي، هذه هي ذات تركيب لحمي وتدي الشكل، يعتقد أن وظيفته هي الحفاظ على التوازن المائي داخل الحشرة من خلال شنو تنظيم امتصاص الماء من البيئة المحيطة. هذه هي الكاليفورا. أما عندنا الرتينيكولوم اللي هي زائدة القابض المتصلة باسترنة الحلقة البطنية الثالثة، هذه الاسترنة الأولى وهي الثانية، هاي الثالثة تتصل باسترنة الحلقة البطنية الثالثة. وعندنا السبرينج اللي هي الفريكولا، هذه هي الفريكولا أو ما تدعى بالسبرينج اللي هي وظيفتها طبعا تمتد من نهاية الصفيحة المتقرنة البطنية الرابعة في المدى تلاحظون، ومتشعبة الطرف، وتعد وظيفتها هي تساعد على قفز الحشرة. طبعا عندنا بعض التحورات الأخرى مثل الكاودل فيلمنت اللي هو الخيط الذنبي اللي ينشأ من وسط الحلقة البطنية الأخيرة في المدى تلاحظون، هذا هو الكاودل فيلمنت اللي ما بين القرون الشرجية. طبعا يوجد في الحشرات واطئة التطور مثل السمك الفضي اللي تابع لرتبة شعرية الذنب الثايسنيورا، وكذلك حشرات رتبة مزدوجة الذنب واللي هي يدعى الدايبلورا. طبعا عندنا هنا الأقدام البطنية الأولية الأبدومينال برولكس اللي هي عبارة عن أعضاء لحمية حركية وين توجد في الجهة البطنية لبعض أنواع عرقات حرشفية الأجنحة مثل ما تلاحظون، هذه هي مكانها، هذه هي الأبدومينال برولكس بطن عرقات الحشرات خصوصا حرشفية الأجنحة وبعض أنواع غشائية الأجنحة. وعندنا بعض التراكيب الأنبوبية اللي راح تلاحظوها، هذه هي الكرونيكلز اللي موجودة بحشرة المن الأفيدز. طبعا هذا هو عبارة عن زوج من التراكيب الإفرازية اللي تقع على الجهة الظهرية للحلقة البطنية الخامسة أو السادسة بحشرة المن اللي تفرز مادة دبسية شمعية تستعمل في صد المفترسات. طبعا أخيرا راح نتكلم عن آلة اللسع بالحشرات مثل ما موجود بنحل العسل. آلة اللسع اللي هي يطلق عليها سيتينج أبريتشرز اللي تتكون من الرمحين الغلافين والرمح. طبعا هاي الأغلفة اللي تحيط الرمح، هذه هي النبلة هي الرمح، وهنا أكو زوج من الأغلفة، الأغلفة الرمحية. وعندنا الصفائح المحركة اللي هي زوج من العضلات، زوج من الصفائح العفو الكايتينية المثلثة والمستطيلة والمربعة، هذه هي اللي تقوم بعملية تحريك ودفع الرمح لعملية الوغز. طبعا الآلة اللاسعة أو السيتينج أبريتشرز طبعا هي تعتبر من ضمن الجهاز التكاثري أو الزوائد التكاثرية، لكن بعض الأحيان ما تعتبر. صح يقول شون يعني مثل شغالة نحل العسل لا تقوم بعملية وضع البيوض، الملكة فقط هي اللي تقوم بعملية وضع البيوض، فهنا تستخدمها للدفاع عن نفسها. ولاحظ هنا عندنا هنا
هنا الأسيد جلاند اللي هي الغدد الحامضية، وهذا الكيس الجامع الفينوم ساك، وعندنا الألكلاين جلاند اللي هي الغدد اللي تفرز المواد القاعدية. طبعا نشوفها بيناتهم أكو صمام يعزل أنه يكون بيناتهم ميكس أو هي اختلاط، لأن إذا صار ميكس بيناتهم راح تتأثر الحشرة نفسها تعتبر مادة سامة إلها. لكن عندما تصب في هذا هنا أكو كيس جامع حتى تخرج لتقوم بعملية اللسع عن المادة السامة، مثل ما موجود عندنا بالإنسان بالبي اتش اللي بالمعدة. طبعا البي اتش بالمعدة ما موجود بالجسم لأن تركيز 2:10 يعني حامضي جدا، لكن يصنع داخل المعدة. هنا أيضا السم عندنا كيسين للإفراز تتجمع سوا تصير مادة سامة تحقن داخل الجسم اللي يقوم بلسع الحشرة. طبعا هذا هو الغلاف وهذا الرمح، وهذا هو أيضا رسم توضيحي لآلة اللسع بشغالة نحل العسل. طبعا أخيرا أحب أنه أوضح نقطة مهمة، أنه هذه المحاضرة اللي شرحناها آنفا هي الخطوط العريضة أو المهمة اللي توضح لنا أو نقدر نستفاد من عندها بعلم الحشرات، لكن المصادر كثيرة والمعلومات أيضا كثيرة، ونريد ندخل بالعمق والأجزاء والتراكيب، وهناك تفاصيل لأن التنوع الحشري فد عالم عجيب وسبحان الخالق. ولكن حاولنا أنه نوجز الكلام ونوجز المحاضرة بأقل وقت ممكن لما يمر به بلدنا الحبيب العراق، ونتمنى للطلبة النجاح والموفقية إن شاء الله في مسيرتهم الدراسية، ونتمنى أنه يكونون على قدر المسؤولية. هذه رسالتنا لهم ولكل طلبتنا في جميع أنحاء العالم، أنه يكونون على قدر المسؤولية ويجتازون هذا الظرف العصيب اللي يمر على بلدنا العراق وعلى العالم أجمع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، وتمنياتي لكم بالتوفيق. أخوكم حيدر نعيم، أستاذ مادة الحشرات في كلية التربية لعلوم الصرفة جامعة كربلاء.